8 اكتوبر في مدينة القيروان تحتضن البطولة الوطنية للصنف الاكابر والاصناف الاكابر اللي هما الاوسط والامال والاكابر والقدماء. كل صنف من الاصناف هذوما فيه عديد الاوزان المترشحين منه او المتوجين منه، والاربعه بعد المتوجين هم معنيين بالمشاركه في الدوره الدوليه والبطوله الدوليه للانديه المزمع اقامتها في الايام يعني مفتتح شهر نوفمبر القادم في المونستير. هو حدث دولي تشرف عليه الاتحاد الدولي الكدبليو، يعني محط انظار العالم. الشهر الجاي باش يكون في تونس في المونستير تحديدا، ان شاء الله حظ موفق للمتوجين اليوم. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة. من حيث التنظيم أو من حيث التتويج. وشكرا. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.